أثابكم الله. يقول السائل: هل يأخذ فيروس كورونا أحكام الطاعون؟ هذا الفيروس الذي ظهر في سلالة جديدة وحتى الآن لم يصل الأطباء إلى علاج له ولا إلى ما يوقفه، يأخذ حكم الطاعون، لأن الطاعون مرض فتاك ينتقل بين الناس ويهلك الناس، ولذلك لا يجوز السفر إلى المناطق الموبوءة والذهاب إلى المناطق الموبوءة، ولا يجوز السفر من المناطق الموبوءة، وليس الدولة، الدولة أوسع من المناطق الموبوءة، لا يجوز السفر من المناطق الموبوءة إلى خارج تلك المناطق إلا إذا علم بهذه الوسائل الصحية المعاصرة أن هذا الذي يريد أن يخرج غير مصاب ولا يحمل الفيروس، فعلم أنه لم يصب به ولا يحمله، فهنا يجوز أن يخرج، لأنه يجتمع هنا دفع الضرر الخاص والعام، لأنه لو بقي يغلب على الظن أن يصاب، وإذا خرج وقد علم الأطباء بهذه الوسائل أنه لا ضرر من خروجه فإنه يسلم إن شاء الله ولا يؤذي الناس. أما إذا كان مصابا أو حاملا للفيروس أو عليه أعراض الإصابة فإنه لا يجوز أن يخرج من تلك المنطقة الموبوءة، وهذا من صور تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. نعم.